هسألك سؤال واحد، لما السكة هو ده اللي يفرق معاك؟ انه لمسني؟ ردي عليا يا هنا، لمسك. ولو لمسني ايه؟ هبقى اتوسخت؟ مش هليق بسموك؟ انت اللي قايم نايم مع واحده من غير جواز، وكنت كمان تعرفها من وانا لسه على ذمتك. انت عمرك ما هتتغير. هو انت ما بتحسيش؟ ما بيجيش في بالك انا مولع ازاي وانت رايحه جايه مع راجل غيري؟ ومين اللي بعت لي الراجل ده عشان يتجسس عليا؟ مش انت؟ انا بعته عشان يطمن عليكي، مش عشان تتجوزيه. وانا ما اتجوزتوش غير بعد ما انت طلقتني وخونتني، وكل ده عشان انت معني. مش شايف انا بعمل ده ليه وعشان مين؟ عشان مين؟ اوعي تقولي عشاني. لا يا حازم، مش عشانك، عشاني. عشان ما ارجعلكش انا اللي بتغرق في شبر ميه واللي انت غاويه تكسر مقادفها. العيله الصغيره اللي ناقصه تربيه وانت عمال تربيها. لا يا ماما، لا، ما تقلقيش ترابيزه عليا وتشيليني الليله. ما تنسيش انك سافرتي امريكا لما انا وافقت ووثقت فيكي، مع اني في الاول ما كنتش مطمن. انت بقى عملتي ايه؟ ها؟ عملتي ايه؟ كسرتي كلامي وعندتيني، مع اننا كنا متفقين من الاول انك انت هتسمعي كلامي وان انا هقرر ترجعي وتكملي هناك مع الوفد. نقرر مش تقرر. وانا عملت اللي عليا وكلمتك 100 مره وانت ما ردتش عليا، وجيت على اخر لحظه قعدت تقول لي يلا ارجعي دلوقتي، وقعدت تشتمني، رفضت حتى ان انا اتناقش معاك. بلطجه كده، امر واقع، المفروض اسمع كلامك من غير ما افتح بوقي خالص. المفروض ان انا انسى الحلم اللي احنا قعدنا نفكر فيه وامشي وراك من غير ما افتح بوقي، صح؟ طب ما انا ياما مشيت ورا كلامك قبل كده. حصل ايه؟ فضلنا محلك سر؟ هو احنا فضلنا محلك سر؟ ما اقصدش، انا اتبهدلت هناك قوي. انا نمت في الشارع ودخلت تخشيبه وانت قاعد على الكنبه بتتمريس عليا وتشك فيا. بس حط نفسك مكاني، لو كان حد قال لك ان في واحده ست بايته معايا في الشقه مش كنت هتشك فيا؟ كنت هسالك، مش هتعامل على انها حقيقه وبهدلك؟ انا ما كنتش بشك فيكي. انا كنت حاجز، حاجز وانت بعيد عني، ولا عارف ارجعك ولا عارف اجيلك. انا كنت محتاجاك معايا مش عليا. وانا كمان كنت محتاجك معايا يا انا. افهمي، انا لو مش واثق فيكي عمرك ما كنت هتبقي مراتي اصلا. انت طلقتني مرتين يا حازم عشان ما بترديش عليا. انا كنت خايف عليكي وعايزك تخلي بالك من نفسك. انا كنت بخاف منك لما ابنك ده ما رضيتش اقول لك. خفت، خفت تيجي تلحقوا معايا لا تلومني. كنت بكره نفسي كل مره احاول اثبت لك اني قدها ويحصل العكس. انت اصلا اتجوزتني عشان تمشي كلامك عليا. يا ده ايه الراجل الوسخ اللي انت كنت عايشه معاه ده يا شيخ؟ امال ايه انت الحاجه الوحيده اللي انا اخترتها اهو؟ وانا بخاف عليك قوي وانت لوحدك. ده كان كلام كذب برضه. ها؟ طب ليه تتجوز انت؟ رد عليا يا حازم. لما كلمتك اول مره
انا اللي كنت فاكرك بتصالحني. تاري كنت عايز تكلمني تلحق قبل ما اموت. ده انت غبيه. غبيه ليه؟ ها؟ عشان عرفت اقف قدامك واحط عيني في عينك؟ عشان عرفت اثبت لك ان انا اقدر؟ ايه يا هنا؟ عايزه تثبتي ايه؟ ان انت شاطره؟ برافو يا هنا، انت شاطره ونبيهه وعلمت عليها كمان. انا اللي راجل فاشل. خسرت قدام الراجل، راجل اعمال امريكاني مليونير، كسبك الدنيا والاخره. ها مبسوطه كده؟ انت اللي مبسوط كده؟ حاسس انك راجل زي الفل عشان خلصت من الست بنت 60 كلب اللي بتجري ورا الفلوس واللي كسرتك وعلمت عليك. انا راجل زي الفل. ومستنيك تعرف الرجاله الوسخه بتعمل ايه. عايزه تعرف انا ما طلقتكيش ليه؟ وصلك الإجابة قريب. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.